الواد عمر ابراهيم الديب، ابراهيم الديب كادر اخواني معروف، كل الاخوان اتكلموا عليه، ده راجل عظيم والى اخره. فالواد الواد عمر قالوا ابوه قال لك ده اتصفط الداخليه المصريه، صفاته امن الدوله صفوه، ابني كان راجل بطل رياضي جاي من ماليزيا كان بيدرس وفي اجازه ومسكوه وقعد على الكافيه ضربوه، ويطلع معتز مطر يقول لك ابن ابراهيم الديب شهيد، ويطلع محمد ناصر يقول لك الاختفاء القسري وصفوه البطل، وفي الاخر الواد يطلع فين؟ قاعد مع ابو بكر البغدادي ومع تنظيم داعش، وعمال يحاول يفجر كمائن للجيش والشرطه، وعمال يقتل في خلق الله. الولد عمر ابراهيم الديب بيبايع او بايع، بايع فعل ماضي، بايع ابو بكر البغدادي، قال لك يعني احنا بنبايعه الشيخ ابو بكر او الخليفه ابو بكر، ويبقى ده بيؤكد انه ادي الاصل القرضاوي وادي الفرع، او ده يعني الجذور القرضاوي بيؤكد انه البغدادي كان اخوانيا، والولد ابن ابراهيم الديب بيبايعه، يعني علاقه الاخوان منذ زمن طويل بالتنظيمات سواء القاعده او داعش. تعالوا نسمع عمر ابراهيم الديب. صلى الله عليه وسلم، وصل السلام للخليفه الشيخ ابو بكر الله يبارك فيه ويحفظه. الحمد لله طلعنا اول كمين النهارده، ما وفقناش بس هنطلع تاني وتالت النهارده ان شاء الله، عندنا كذا كمين غيره باذن الله، بنوعد الكفار المرتدين بايام ان شاء الله سودا، ان شاء الله ايام سودا عليهم باذن الله تعالى، نصرهم الى جهنم افواج باذن الله. احنا هنا ان شاء الله شغالين في نفس الوقت اللي انتوا بتبتلوا فيه، ووضعنا الحمد لله بخير، كل يوم بنزداد قوة عدد وعدة وإيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى على الرغم من الابتلاءات والمحن. نسأل الله ينصر إخواننا ويعينهم وينصرهم على الأحزاب، وأن يهدي المسلمين جميعا للحق، أن يهديهم إلى دولة الخلافة، أن يبايعوا أمير المؤمنين، أن يقوي الله بهم هذا الدين. طيب يبقى القرضاوي قال انه ابو بكر البغدادي كان في شبابه من الاخوان، يعني تربى الاخوان ربوه، والولد عمر الديب بيبايعه. طب وايه العلاقه يعني؟ علاقه القرضاوي بابراهيم ما هم كلهم واحد. هات لي صوره ابراهيم تجمع بين مين ومين؟ القرضاوي وعمر ابراهيم الديب. ادي الحلقه المفقود اهو. ده الواد اهو، الواد متربي يعني، الواد رضع ارهاب. ده الواد عمر ابراهيم الديب اهو، وهو مع مين؟ مع القرضاوي، بيبوس على راسه وبيبوس على ايده. ده ابن ابراهيم الديب القائد الاخوان. يبقى علاقه الاخوان بداعش اثبتناها بكلام وتصريح واضح من القرضاوي، وبمبايعه من عمر ابراهيم الديب. وعمر ابراهيم الديب والقرضاوي الاثنين موجودين في احدى المناسبات مع بعض. يعني اللي عايز اقوله انه المنتحر النهاردة اللي هو ابو بكر البغدادي صنيعة لأجهزة الاستخبارات، دوره انتهى عند هذا الحد، يتم استخدام دمه واستخدام سمعته في بعض المزايا الانتخابية وخلافه، لكن بتبقى السبة في جبين الاخوان اللي انتجوا هذا الارهابي، وانتجوا هذا الفكر، وانتجوا هذا السلوك، وانتهجوا ايضا هذه المسالك اللي فضحها صاحبنا القرضاوي واكدها عمر ابن ابراهيم الديب.